عادت إلى الأرض مركبة سويوز الفضائية الروسية وعلمتها ثلاثة رواد فضاء من المحطة الفضائية الدولية وهبطت قرب مدينة في سهول كازاخستان. وأظهر بث لتلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا من داخل المركبة قائد المحطة السابق جينادي بادالكا والذي عاد من رحلته الفضائية الخامسة مسجلا رقما قياسيا في المدار استمر 879 يوما. وعاد مع بادالكا على متن المركبة إلى الأرض اثنان من الرواد، أحدهما كازاخستاني والآخر دنماركي، كلاهما أمضى أقل من 10 أيام في المدار.